السلام عليكم الدراري والاصدقاء، كيداير لاباس بس عليكم. اليوم غادي نوريكم بحال تجيبوا البانر والافاتار ديال شخصيه جديده، ماشي شخصيه جديده ولكن الموكو الاحداث. هذا البانر هو مجرد جوائز عادية. هذا اليوم غادي نمشيو لواحد الكونت نوب وغادي نطبقو فيه داكشي باش نوريكم الطريقة الصحيحة باش تحاولوا تجيبوا البانر والتوكن او الافاتار. خليكم على الفيديو. حنا دخلنا دابا الكونت، اول حاجه غادي نمشيو للاخبار، غادي نمشيو لحجيات موكو، ندخلو للحدث نديرو ابدا. هنا عندك جوج ازرار يمين يسار، هنا يمكن لك خصك تخطى هاد المكعبات هادو، خصك تخطاهم حتى واحد ما يجي فيك. او هنا نكونو سالينا اول مهمة، هنا كتورك ضغطة واحدة وهنا كتكتب هاد الدور هادي يعني الباب، كتقلب على دي او او ار ولا ار. سالينا المهمة الثانية، هنا غتبقى تكتب شحال ديال هذا، ما عندك ما واخا تفكر فيهم ما كاين والو. هنايا كاين واحد المصباح ولا الساعة، هنا غادي نشوفو نكتبو هاد الرقم هذا 55 5 23. هنا أكون تفتح معنا اللغز الثاني، هنا ما فهمتش اللغز ولكن لقيت الحل ديالها هي هيلو وورلد، يعني هيلو يعني مرحبا عالم، لا مرحبا وورلد. كما كتشوفوا هيلو وورلد يعني مرحبا عالم، عالم مرحبا ملعوبة. صافي كتجتاز المهمة بسلام. هنا كتورك على الجائزة هادي وكتكونو خديتو الافاتار وداك الشي ديالكم. وحتى لنا يكون سهل الفيديو ديالنا، ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يصلكم اي مشكل ولا اي حدث نشرحه لكم ان شاء الله. حاولوا تقولوا لي في التعليق ولا تدوز عندي الانستغرام، تعطيونا اي حاجه كانت عندكم في شي مشكل قولوا لي في التعليق، ان شاء الله نلقاو لها الحل. وبيكس.